في ايه؟ ما بعرفش انام على سرير مكركب. انا كنتش نايم اصلا، كنت مريح. كنتش عارف تشد الملايه يعني قبل ما تريح؟ ما بعرفش اشدها يا نهى، ما بعرفش. وما ناديتش عليا ليه يعني يا طارق؟ ما ناديتش عليا ليه؟ ما خدتش بالي يعني، كنت قاعد وعينيا راحت في النوم عادي يعني. ولا عايزاني لما الاقي نفسي بنام اتفزع وعندها لك تيجي توضبي السرير؟ والبني ادمه اللي هتيجي تنام جنبك ملهاش اي اعتبار؟ المفروض يعني ايه؟ ابقى عامله زي الكتكوت اتقوقع في اي حته فاضيه وخلاص؟ كتكوت؟ اه زي الكتكوت. معلش يا ست انا اسف، حقك عليا. خلاص اتفضل نام. صباح الخير. في النور يا نهى. حاضر يا طارق، حاطفي النور. يا بنتي مش عايزه اشتغل الشغلانات المقرفه دي. انا مالي؟ انا عايزه اسافر. هو انا بقول لكم انا عايزه اروح الهند يا جماعه؟ ما يشربوا ولا يتنيلوا يا نرمين. نرمين ما تبقيش غبيه وتقعدي تقولي زيها وخلاص. مش عايزه انا اعيش مع موظفين احتماليه حدوث اي حاجه ظريفه معاهم صفر اصلا. اي حاجه، اي حاجه. نشوف ناس وخلاص يا نرمين. الله يخرب بيت الشوربة على الحمرة. على فكرة بقى أنا عايزة أجرب أشرب حمرة. إيه المشكلة يعني؟ عايزة أجرب أعرف. لا مش جاية عليها، هي اللي جاية عليا. وكل مرة بيبقى بجد نفسي في شغل هي بتعمل الحركات دي. لا مش هنحارف ولا حاجة. نرمين أنت عايزة حاجات معينة أنا مش عايزاها. معرفش، انا حاسه ان في حاجه حلوه هتحصل لي. هقابل حد فشيخ مثلا، هشتغل شغلانه جامده جدا، معرفش. بس الحاجات بتاعتك دي انا ما بستحملهاش، معرفش ليه. خايفه جدا طبعا، بس مش هكون انا بحاول من ناحيه وانتم من الناحيه التانيه شايفيني ان انا بس متخلفه بس عشان مش عايزه اشتغل في شركه ولا اتجوز جوازه صالونات. ماشي مش هو عريس الصالونات ده هيجي دلوقتي وانا واحدة عايزة اجرب حشيش، ايه بقى هيعمل ايه؟ ماشي هو واحد عريس جاي عايز بقى بنت بيت تعيش معاه كده وتبقى سمناتها حلوة وبتاع، اقول له ايه ده بقى؟ صباح النور. سامح معلش معايا ورق كتير، ممكن تنزله معايا؟ حاضر.